بمدينة العرائش تابعت قناة أطلس لقاء ودي جمع بين جمعية أبناء العرائش بالمغرب مع قدماء الفتح الرباطي في إطار تعزيز روابط الصداقة والأخوة. أقيمت المباراة بملعب أشرف حكيمي بمدينة القصر الكبير. بعدها انتقلنا للعرائش لمتابعة أجواء احتفالية بين أبناء الجالية وأصدقائهم من أعضاء الجمعية داخل المغرب. دائما تنقوم برحلات قطعتنا الا كورونا، الحمد لله دازت. الاخوان الفتح كنا عارضين عليهم هذه مده 3 سنين، كانت قضيه كورونا هي اللي وقفتنا الرحله ديالنا. الحمد لله داز كل شيء. دابا الان كما شفتوا راهما معنا في ملعب حكيمي في قصر كبير، وكذلك تنشكر الجماعة القصر الكبير بالرئيس محمد السيمون اللي عطانا فرصة ولعبين في الملعب ديالهم. احنا عندنا جمعيات الهدف دائما كل سنة تنعملوا رحلة تندخلوا فيها الرياضة، في نفس الوقت تنقوموا برحلة زيارة الأماكن لك دار العزازة ولا دار الأيتام، اجتماعية خيرية، فهمتي؟ هذا هو الهدف ديالنا. دعوة كريمة من قدماء مدينة العرائش والقصر الكبير القاطنين بالمملكة المتحدة. جينا اليوم باش نشاركوا هذه الاحتفالات ديال هاد الإخوان اللي عندنا كتربطنا معهم علاقة ودية، فايتنا استقبلناهم في مدينة الرباط، واليوم هما كيعاودوا يعرضوا عنا باش نحيوا الرحم مرة أخرى. كانت المباراة زوينة يسدها الروح الرياضية والأخوة والنشاط، وهذا هو المرجو من قدماء اللاعبين على الصعيد الوطني أو الدولي. اليوم احنا فرحانين بتواجدنا معكم، وكنتمناو على أن هذه العادة هذه اللي هي عادة ديال الكرم الضيافة يستمر ماشي غير بالعرايش وفي الرباط وفي جميع مدن المملكة من البوغاز إلى الصحراء. والكرة في المغرب تنظن على أنها بخير وعلى خير ما دام أن الفريق الوطني كيحصد نتائج جد مشرفة، فاحنا ما يمكننا غير نتفائلوا ونطالبوا من المزيد من يتجندوا طاقات ديال المغرب كامله المسيرين على الخصوص انهم يعطيوا قيمه للاطفال والشباب اللي غيكونوا هما الخلف لاحسن سلف ان شاء الله بحول الله. فالواجهه هي مزيانه، ولكن كنتمنوا على ان يعني الخدمه تكون اون بروفوندور ويخدموا لي جون والمجال ديال الكره النسويه، ويخدموا كذلك جميع الفئات ديال العمريه اللي غيمكن لها تطعم الفريق الوطني وتشارك في المحافل الدوليه وتعطي نتائج يعني بحال اللي حصلنا عليها واللي شرفتنا في كاس العالم ديال قطر. هذاك شرف لنا جميعا. وكذلك ما ننساش نذكر العنصر النسوي للفرق الكره النسويه اللي بدات كتبان. كان لي الشرف انني نقود هذه المقابله بين قدماء الفتح الرباطي وقدماء ابناء العرائش في المهجر، والحمد لله اتسمت المقابله باجواء وروح رياضيه كبيره. المنتخب الوطني المغربي الحمد لله شرفنا في مونديال قطر، وباش نوصلوا للنصف النهائي راه ماشي شي حاجه سهله، والحمد لله داز كل شيء بخير.
رئيس الدولي سابق في نادي اتحاد فتح الرياضي، وانا جد مسرور اليوم كان يعني تجمعنا في هذا اللقاء الودي مع ابناء الجاليه المغربيه من مدينه العرائش، وبالتنسيق مع الجمعيه ديال قدماء نادي اتحاد الفتح الرياضي. وهذه بادره طيبه وخطوه مهمه اجل احياء لقاءات تواصليه اجتماعية رياضية عندها بعد ثقافي وعندها بعد إنشاء واحد من الترابطات باش نكون دائما في وصال دائم، وأنشطة رياضية وبطبيعة الحال نكون دائما مجموعين، وهذا الشيء كيعطي دائما واحد الفرحة واحد السرور اللي تخلينا دائما يكون واحد أبناء المهجر ديما عندهم علاقة وطيدة بالوطن، وهذا الشيء كيفرحنا حنا. حنا دائما كنتمناو ديما البادرة تتكرر. بالنسبة اليوم كذلك كان واحد حفل تكريم مجموعة من الأوجه الرياضية اللي أعطت الكرة الوطنية من قدماء لاعبي الفتح وكذلك من أبناء مدينة العرائش، وكنتمنى إن شاء الله تكون هذه البادرة إن شاء الله تكرر دائما. وتحية لكم. خالد قشوري لاعب سابق للفتح الرباطي ولاعب دولي في الثمانينات من الثمانينات حتى التسعينات، وكان على هذه المبادره اللي داروا هاد الناس ديال جمعيه لندن كان في مستوى عالي، وكنتمنى يكون اكثر واكثر محبه رياضيه بين الشمال والجنوب ان شاء الله. العام الخامس اللي كدير هاد التظاهره الرياضيه، وكنتمنى تكون كل عام ان شاء الله ماشي غير بين الفتح وابناء الجاليه بلندن، تكون في المغرب كامل. علاش هاد الجمعيات ما يتحركوا شيء؟ الناس دابا ولات التيرانات موجودين، كل شيء موجود. عصام شوقي منسق التظاهرة ديال المقابلة بين قدماء الفتح الرباطي وقدماء الجالية المغربية بالديار الإنجليزية. كان لي شرف بأنني قمت بالتنسيق مع الإخوان الفتحيين باش قمنا بهذه المقابلة اللي كان ديجا هما استقبلونا في مدينة الرباط، والحمد لله دازت في أجواء أخوية. وبالنسبة لليوم هي دازت في أجواء أخوية الحمد لله، والترحاب عرفت ترحاب من طرف الإخوان بالعرائش، وإن شاء الله ما تكونش أول بادرة إن شاء الله. نتمنى تعمم ان شاء الله لجميع المدن المغربيه ان شاء الله، وتكون صله الاخوه بيناتهم ان شاء الله، ويبقاو ديما هكا مقابلات حبيه باش يبقى ديما اجهزه التواصل متواصل ان شاء الله. اسمي كريم عاطف العربة، أخ جزائري عايش ببريطانيا، متزوج بمغربية وهذا شرف لي، وعضو في عضو مكتب أبناء العرائش بالمهجر اللي رئيسهم عبد الوهاب الكلاعي، أنا الدوزيام ديالو. وجينا باش نساهموا في واحد المقابلة ضد الفتح الرباطي، قدماء الفتح الرباطي اللي احنا درنا ديجا معهم مقابله في 2019 واللي استقبلونا استقبال رائع، نشكرهم كلهم صراحه. اوتون كو الجيريان لعبنا البارح، عاودوا رجعوا لعبنا في كنا رايحين نديروا المقابله
اون 2020 على حسب هذاك الوباء اللي جانا صدفه تاع كوفيد 19 اللي اجلنا المقابله حتى صارت البارح الحمد لله، وجات مقابله رائعه الحمد لله، كلش جاء بخير وعلى خير. نشكرهم اللي جاوا لعندنا وشرفونا صراحه. العلاقه تاعي مع المغرب كما في الاول قلت لك هي علاقه عائليه، الزوجه تاعي مغربيه وعندي معها ثلاث اولاد اللي نشكرها ونحييها اللي خلتني نجي للمغرب. هذه هي. المغرب صراحة هو بلد ثاني بعد الجزائر، نحبه بزاف ونجي هنا واحد زوج ثلاثة مرات في العام. هذا اللي نقدر نقول. نشكر عبد الوهاب صديق قديم، نشكر كل أصدقاء ديالي المغاربة واللي دائما صراحة نحس كي نكون معاهم نحس باللي أني واحد منهم، وهم يحسوني باللي هم أنا نحس باللي أنا مغربي معهم كجزائري، ونحسهم هما جزائري في الفهم. هذا اللي نقدر نقوله. عزيز فارس، مقيم في الديار بريطانيا، مهاجر. العمل ديالي هو مقاول، والجمعية عندنا الجمعية اللي مرأسها السي عبد الوهاب الكليعي وعاطف ساعتف، كنعملوا أنشطة، كنخرجوا عدة أنشطة كنعملوا لا في بريطانيا ولا خارج بريطانيا ولا في المغرب، ولا لعبنا مع مقابلة، جينا الآن لعبنا مقابلة مع فتح الرباط، قدماء فتح الرباطي، ولعبنا معهم في القصر الكبير ملعب حكيم أشرف حكيمي، دازت مقابلة زوينة معهم. الناس كنا مشينا لعندهم للرباط، لعبنا معهم في الرباط ودازت مقابلة جميلة معهم، الناس طيبين. اسمي الكريم هو حميد مزيان، كنعيش في ديار المهجر في بريطانيا، المهنة انجينير الكتروش. علاقتي بالجمعية هي انني منخرط مع الجمعية ديال ابناء مدينة العرائش بالمهجر، وهذه المشاركة انا متطوع بحال الاصدقاء ديالنا كاملين، يعني كنتحملوا المصاريف والمسائل ديال نجي باش نجيو لهنا للمغرب ونضموا التظاهر هاي. وحنا جد سعيدين. الماتش البارح داز زوين واستضفنا الناس ديال الفتح، مشكورين، جاو لعندنا ومرحبا بهم، واي وقت فوقاش ما بغاو يجيو لعندنا حنا موجودين معاهم. وكان ماتش زوين ودرناه في القصر في ملعب ديال اشرف حكيمي، وكانت المظاهره جد رائعه. بالنسبه للناس ديال الفتح يعني مشكورين، جاو لعندنا هنا ضمن حفله كرويه وضيفناهم، وديجا مشينا لعندهم هما ضيفونا احسن تكريم تاع هما، الناس الله يعمرها سلعه. ولعبنا مقابله زوينه دوزناها في القصر الكبير في الملعب ديال حكيمي. وبهذه المناسبه كنشكر الرئيس الجمعيه ديالنا كمهاجرين بريطانيا السي عبد الوهاب الكلاعي، والثاني ديالو هو عاطف، الاخ عاطف هو وحدنا هنايا مشكور حتى هو، وكيساهم بواحد كل شيء بالحقيقة. الله يهدي عاطف، عنده 55 حتى 60% من المساهمات ديالو، وكنبلغ له هذا الشكر هذا، وتحية للجميع. هذا هو اللي كاين، وشكرا للقناة.